طيب نروح بقى لمروان محسن. ما هي قصة مروان محسن؟ مروان الفترة اللي فاتت قال كلام له علاقة بانه اللاعب عنده الرغبة في الرحيل. اقدر اقول لك لحد اللحظة اتكلم فيها حضرتك دي، لحد اللحظة دي مروان لم يخطر اي مسؤول داخل النادي الاهلي برغبته في الرحيل. لم يخطر اي مسؤول في النادي الاهلي برغبته في الرحيل. الراجل شايف انه بيتم التعامل معاه بشكل كويس، وانه بيتم الاستعانه به من قبل موسيماني لحد اللحظه الاخيره. يعني هو ما هوش خارج الصوره لحد قبل المباراه، اعتقد قبل ما يتصاب فيها في ركبته، وهو الراجل كان بيستعين بيه. هو بس قبل الاصابه بتاعت سان داونز وناضه بركان، وهو الراجل كان بيستعين بيه وبيبقى موجود معاه. مروان بيخلص برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة اللي كانت لحقت به في الركبة، وتواجد كمان أساسيا في ودية مصر للتأمين. يبقى القول الفصل هو لم يخطر النادي الأهلي بالرحيل. بس في نقطة لازم تفهمها، هو لم يخطر النادي الأهلي بالرحيل، لكن جايز مع نهاية الموسم يحصل كلام يبقى فيها رغبة من النادي الأهلي، مثلا مروان أخرج للإعارة، مروان كده جات عروض لمروان قوية داخل مصر بره مصر خلته يفكر. كل ده قيد يعني التفكير ومع الوقت. انما دايما اقولها لك، خلاص انت حفظت السيستم اللي احنا شغالين بيه في البرنامج ده. اخبار النهاردة هي بنت النهاردة، بتاعة النهاردة، بتفاصيل النهاردة وبالامور التفاوضية. واحنا اتعلمنا الدنيا بتتغير في يوم وليلة. يوم وليلة تصحى تلاقي كل حاجة مش في مكانها. اتفقنا؟